ادي طبعا هدف عالمي لاحمد حسن كوكا او احمد كوكا، مش واخد حقه كوكا اعلاميا في مصر. طبعا انا كوكا يمكن كابتن خالد برضه والله العظيم بتكلم عليه من حوالي 5 سنين تقريبا، من ايام ما كان مستر بوب رابلي موجود، وكنت بقول كان ساعتها في نقص في خط هجوم، وقلت ان مهاجم مميز جدا وطلع بسرعه الصاروخ، وكان المفروض ينضم لمنتخب مصر بدري اكتر من كده. ده هدف عالمي، ده الخطيب جاب جون زيه بالظبط بالظبط، هو مش واخد حقه خالص، وراجل بيلعب هناك في البرتغال على فكره. كوكا بيلعب في سبورتنج براجا اللي كان دربه برضه باسيرو وعمل معاه انجازات، بس طبعا كان هو لسه ما جاش بس كان لاعب في ريو افي قدامه وجاب في جون، يعني كان بيلعب قدامه في فعلا؟ على فكره انا سالت برضه كوكا قبل ما اتكلم عنه، سالت علي غزال في ناسيونال ماديرا، سالت امير عزمي مجاهد كان بيلعب في السعوديه في وقت ما كان بيسيرو موجود، الثلاثه بيشيدوا بيه بطريقه رهيبه فعلا؟ طبعا بيقولوا عليه مدرب جامد، مدرب جامد جدا فنيا، مدرب شخصيته قويه، سواء مش زي ما بيقولوا شخصيته ضعيفه وكده. لا خالص خالص، وهم هنتكلم برضه في حته شخصيته ضعيفه دي ونفند النقطه دي. فالثلاثه بقول لك سالتهم بيشيدوا بيه جدا، وحتى بقول لك هم ما اتدربوش تحت ايديه طبعا، لكن سالوا يعني كوكا بيلعب في سبورتنج براجا، زمايله كانوا بيلعبوا تحت قيادته، علي غزال في ماديرا بقول لك هو عمل انجازاته مع ماديرا، طلع بيه من دوري الدرجه الثالثه للدوري الممتاز، فبرضه ليه تاريخ كبير في ناسيونال ماديرا. ده الهدف الثاني حلو قوي عكس اتجاه الحارس. لا كوكا مهاجم مميز جدا كابتن خالد، جسمه كويس كمان. بالظبط، يعني طوله كويس طوله كويس كراس حربه يعني. مظبوط مظبوط، بس انه لسه صغير فان شاء الله يعني ليه مستقبل كبير باذن الله. طبعا هدف من عمر جابر، عرضيتين لعمر جابر كمان، الهدف الثالث من عرضيه لعمر جابر. مظبوط، كهربا كان مميز وعبد الشافي كان مميز، وادي العرضيه الثانيه، وادي عمرو جمال بينتهز الفرصه في الدقيقه 94 في نهايه المباراه ويحرز الهدف الثالث وتفوز مصر على زامبيا، وكان معظم المنتخب الزامبي بنجومه موجودين، يعني معظم نجومه كانوا موجودين في المباراه دي كمان. واعتقد ان المدير الفني لمنتخب مصر يعني مدير فني كويس جدا طبعا، وانا يعني برضو يعني انا اتكلمت برضو، بص يا كابتن خالد انا بتكلم عن حد برضو لازم يعني بجيب السيره الذاتيه وببحث في الانترنت كويس جدا. فيريرا اول ما جه الزمالك اول يوم قلت فيريرا ده مدرب فظيع وعالمي وهينجح مع الزمالك. الحمد لله الامور اتحققت. هيكتور كوبر طبعا مدرب عالمي وليه سي في قوي جدا وليه سيره ذاتيه كبيره، تمام نفس الكلام. فاعتقد بقول لك يعني الحمد لله دايما الرؤيه بتطلع في معظم. طيب نرجع تاني لخالد ونكمل السي في بتاع جوزيه باسيرو برضو.